مساء جميل يحمل في طياته الخير والحب والسعادة. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي، برنامج شباب قول فعل الشامل في مواضيعه وفقراته المنوعة. وهذا البرنامج يسلط الضوء طبعا على طاقات الشباب الواعد والمثابر وكذلك المجتهد والمميز وأيضا المتألق. اليوم في جعبتنا الكثير من المواضيع المختلفة والشيقة واللي دائما وأبدا نتمنى أنها تنال على إعجابكم ورضاكم، لكن بداية اسمحوا لنا نذكركم بأخذ الاحتياطات والاشتراطات الصحية والوقائية لفيروس كورونا حرصا منا على سلامتكم، وأيضا نذكركم في وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت عندكم أي فكرة أو مشروع يستحق نسلط الضوء عليه. كل اللي عليكم أنكم تسوونه تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان سناب شات أو إنستغرام شباب كيو 8 تي أو إيميل البرنامج شباب كيو 8@hotmail.com. تأكدوا دائما وأبدا رأيكم يهمنا. بداية المشاهدين الأعزاء مثل ما عودناكم فقرة تشاهدون راح تعرفكم على ضيوفنا المميزين جدا 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 لهذا اليوم، لكن من بعدها طبعا راح نطلع إلى أولى مساحاتنا الحوارية. إذن انتظرونا بعد قليل مع أول ضيف وهو مميز وتعامل مع شركات عديدة عالمية، انتظرونا. التصوير الفوتوغرافي ولقاء مع عبد الله الشايب. فقرة الطيران اللاسلكي مع عادل الجميل. رياضة هوك الجديد ولقاء مع اللاعب أحمد الصايغ واللاعب مشاري العجمي. من بعد فقرة تشاهدون أعتقد تعرفتوا على ضيفنا الأول، ويسعدنا أن نرحب في المصور الفوتوغرافي عبد الله الشايجي، وهو طبعا يعتبر بطل للأمانة بحيث أنه حقق إنجاز جديد وحقق هذا المبدع والمثابر في مجال التصوير، حيث نشرت شركة أبل على صورتين من تصويره وتم نشرها عالميا. بداية طبعا نرحب فيه ونقول له يسعد لي أوقاتك ونبارك لك هذا الإنجاز الجميل. مساك الله بالخير وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد صراحة أني أكون في تلفزيون الدولة إن شاء الله لأكون قدم شيء يرفع اسم هذه الدولة. في احنا دائما ما نسعد استاذ اي شخص فعلا يرفع اسم الكويت عالي، واليوم ما شاء الله حضرتك يعني تم نشر صور لك من خلال التصوير الفوتوغرافي عبر الايفون. فيعني عندنا كذا محور ممكن نتكلم فيه، سواء طبعا في هذا الانجاز الجميل واللي حصلت عليه، كلمنا بدايه عنه وبعدين ان شاء الله راح نتطرق لمواضيع جميله عن استخدام وكيفيه استخدام الايفون. طبعا اول شيء انا مصور فوتوغرافي بالكاميرا طبعا. نعم. وفي وايد ناس من المحترفين بالتصوير لما تقولي له ايفون يطيح من عينه يعني، او يقول لا يا عم التليفون ما يعطيك نتيجه احترافيه. فالحمد لله طبعا توفيق من رب العالمين اولا واخيرا، واجتهاد شخصي. كان لي اكثر من دوره واكثر من نشاط، هذه الدورات والانشطه خلت شركه ابل طبعا بفرعها بالشرق الاوسط انها تلقي النظر عليها وتقول انه والله في عندنا مواهب محليه في الشرق الاوسط، ما له داعي احنا بس ناخذ مواد وناخذ صور من الدول الاجنبيه فقط، عندنا مواهب محليه وما شاء الله كثير يعني صحيح. الشباب وكثير النتائج الجميله. استدعوني في البدايه ان انا اقدم محاضره بالعربي في ابل ستور في دبي، وان احنا نقدم تعليم مجاني للجميع.
والحمد لله التسجيل كان يعني كبير جدا وفلكي، وردينا قدمناها مرة ثانية، ويعني شغلة تسحب شغلة على قولتهم. وبعدها الحمد لله يعني آخر إنجاز أنت تكلمتي عنه أن شركة أبل في تقريرها الدوري العالمي عن أفضل مستخدمين أو أفضل اللي ينتجون صور في الآيفون 12، الآيفون الجديد مالهم، استخدموا مو صورة، هي صورتين مني صراحة. فهي إذا كان الواحد يسعد باختيار صورة صحيح. فالصورتين تعطي ساعتين. ساعتين صحيح. فالحمد لله رب العالمين، هذا بالضبط اللي صار يعني. نعم جميل جدا. طيب كلمني عن سبب دخولك في مجال التصوير عن غيره. أوكي. طبعا أنا دراستي ما لها علاقة بالتصوير. جميل. لأن حاسة إن بتسأليني هالسؤال. أكيد. زين. دراستي يعني دراسة بالبزنس، ويعني جدا استفدت منها. ولكن الواحد بالنهاية يبدع باللي يحبه، وأنا من عمر أحب أصور، وكنت أصور في الكاميرا، كانت الكاميرا بالنسبة لي توثيق للحظات. أتوقع الآن اهتمام الشركات أغلبها الآن، أنت شوفي آخر مثلا 5-6 تليفونات، منو ما عنده تليفون اليوم في هذا الجيل؟ صحيح. آخر 5-6 تليفونات الشركات لما تعلنها بغض النظر من الشركة، أول شيء يتكلمون عنه هي الكاميرا. الصورة صح. الكاميرا، إن الصورة حلوة، لأن الكاميرا اليوم هي اللي تحفظ للواحد لحظاته، هي اللي تحفظ للواحد أبرز وأحسن يعني مواقفه أو الأمور اللي هو سواها. فالكاميرا اليوم يعني شيء يعني أنا أحسها أعمق من مجرد صورة نأخذها ونحطها بالسوشيال ميديا. نعم. الكاميرا هي توثيق لأول عيد ميلاد لطفلك. الكاميرا هي توثيق للحظة العيد. الكاميرا هي توثيق لأجمل وأحلى اللحظات عندك في حياتك. نعم. الكاميرا هي اليوم، الصورة هي كل شيء. اليوم لما نحن نفتح إنستغرام نبي نشتري أكل، ما نشوف الصور. صحيح. اليوم لما نمشي بالشارع ونشوف صور المرشحين قبل فترة بالانتخابات. نعم صحيح. في ناس تصور على الوجه، إذا شفت سمح بصوت له. زين. فأنا أشوف أن التصوير شيء حلو، أنا حابة فدشيت المجال وأنا حابة، والحمد لله الواحد اللي يحب شيء يبدع فيه. أكيد. وكذلك حضرتك ذكرت جملة جميلة جدا في الانستغرام حسابك الشخصي، بأن هذا المجهود اللي حضرتك تبذله لولا جهود الآخرين وتعاون الآخرين ومثابرتهم أيضا ما كانت راح تطلع النتائج بهذه الصورة وهذا الإنجاز الجديد. أبي أعرف شنو تقصدي في هذا الكلام؟ أقصد فيها أكثر من شغلة. الشغلة الأولى أن أنا يعني أشكر كل شخص ساهم. يعني اليوم ما حد يقدر ينجح بروحه. نعم. هنكون واقعين. والطريق السريع للنجاح هو المشاركة. نعم. مشاركة الناس بأنك أنت تشكرينهم إذا أنت نجحتي بسبب والله مثلاً في كثير من اللقطات اللي أنا أكون صورتها ما كانت راح تضبط لو هذا مو جاي بالوقت الفلاني وهذا مو جاي بالشغلة الفلانية يتوقع بالشاشة. نعم. الشاشة صورة العزبة. هذه يعني هذه الرحلة بالذات أنا أشكر فيها أخوي وصديق المصور من السعودية محمد العنجري اللي ودانا هذا المكان. حلو. هالصور ما كانت راح تطلع لو هو مو جاي لنا العزبة. نعم. والأغراض ودانا. نعم. هذه الصورة، هذه الدكتور عبد الله مطوع طبعا في الرياض هني صورته، وفي كثير من الصور يعني. نعم. في صور كثيرة يساهمون فيها أشخاص ما يطلعون بالنهاية. نعم. يعني وراء الكواليس، خلف الكواليس. نعم. اللي يرفع اللي يرفع الكرة حق اللي بيشوتها بالمرمى بالنهاية ينذكر اللي هدف. بالضبط. مهم جدا ان احنا نشكر كل شخص له أثر، مهم جدا نذكر كل شخص شجع وبكل شخص انتقد. نعم. لان الانتقاد هو او النقد هو اللي يؤدي ان الواحد يمكن يضيق خلقه وقتها، بس هو اللي يخلي الشيء الواحد يتطور. صحيح. ايضا اشكر ناس كثيرين هم اللي سعوا معاي، وايضا منهم هني اوجه تحيه لصديقي ايضا من السعوديه التقني الحبيب اللي الكل يحبه. اخوي عبد الله السبع. نعم. من اكبر التقنيين وهو ابرزهم طبعا، هو كان له دور كبير في انه والله شركه ابل مثلا تشوفني يا جماعة شوفوا هذه موهبة موجودة بالكويت. حلو. فما قصر معي. فهذا أساس العمل، التشارك والتعاون هو أساس العمل الناجح. ما حد ينجح بروحه. أكيد. هذه الخلاصة. بلا شك. أكيد بلا شك. طبعا فيستحقون الشكر، وكذلك لذلك أنا سألتك هذا السؤال. أستاذ عبد الله كلمني عن الصور وحقوق الطبع فيها. يعني اليوم ممكن نشوف ملكية الفكرية كفكر واحترام عملهم وعدم سرقة مجهودهم. اليوم أحيانا نشوف بعض الأشخاص يتعبون على شغلة معينة ومن بعدها تسرق هذه الفكرة أو تسرق يعني مجهودهم ينباق، فشيء يعور القلب للأمانة. اليوم إذا أنا بحافظ على الصور اللي أنا مثلا صورتها إذا كنت مصورة فوتوغرافية. نعم. كملكية فكرية شلون؟ أمانة هي في شغلتين بهالموضوع. الشغلة الأولى هي
صعوبة عملية حفظ الملكية للصورة. يعني أنا اليوم صورت، أنا اليوم باليوم أنزل مثلا صورة بالإنستغرام، هل يعقل أن أنا أخذها وأروح أسجل حقوق ملكية في المكتبة الوطنية ولا أروح؟ فأنا ما راح أروح، راح أقول يا عمي إذا باقت مني صورة ذيك الساعة يحلها حلال، أدق على صاحب المكان. مرات يعني مرات هذا يعني في ناس ترى على فكرة لما تحط الصورة ما تعتقد أن هي سرقتها من طيب نية. أغلب الناس اللي خدت صورتي أصوري مثلا ونشرتهم يقول لك والله من طيب نية ولا لقيتها. فسيدة من تكلمين أشيلها الحين؟ أقول لا يبا كثر الله خيرك، دام أنت مو قاصد الأمور طيبة. ولكن في كثير من الأحيان تنسرق الصور، وإذا بدش في مجال قانوني كمحاسبة بندش بالسنتين والثلاث. نعم. وبتاخذ مني جهد ووقت، فالواحد يقول يا عمي خلاص. طيب عيل شلون بعت وتم الاتفاق مع شركة أبل لبيع الصورتين اللي حضرتك؟ لأنهم شركة كبيرة، فهم عارفين إن علشان ينشرون هذه الصور محتاجين موافقة، محتاجين تنازل، توقيع على تنازل عن حقوقي. طبعاً أنا ما بعت، أنا أجرت الصور، يسمونها لايسنسينج. النتيجة شركة كبيرة مثلاً تشتري حقوق الصورة تأجرها منك مثلاً سنة. جميل. وتحدد إن أنا أستخدمها سنة للإعلانات الخارجية. حلو. فتستخدمها فقط في هذا البند. فيعني الموضوع هذا يطول وما في طريقة سهلة، وهذه دعوة طبعاً ما أدري لمن المسؤول عن هذا الموضوع سواء كان في وزارة التجارة أو غيره، إنه يسهلون لنا. اليوم التطبيقات صارت سهلة. نعم. أحط الصورة، أحط في شيء يسمونه الميتا داتا، وهو التوقيع للصورة. نعم. وهو اللي يثبت إن أنت خذيت الصورة، أحطها في الموقع ويتسجل باسمي بطريقة سهلة، الكل محفوظ حقوقه وما حد يقدر يطغي على أحد بالصور. فكرة جميلة جدا، ونتمنى يعني من المسؤولين يسمعونها وفعلا نقدمها للجميع. ويعطيك العافية على هذه الفكرة. أستاذ عبد الله، حضرتك تقدم بعض النصائح التوعوية والتعليمية كذلك في كيفية استخدام الآيفون اليوم، ونشوف الكثير ما شاء الله يتابعك وفعلا قاعد يستفيد من خلال هذه الفيديوهات، وأيضا لك دورات. لكن أنا حابة أتكلم عن الدورات اللي حضرتك تقدمها. تتكلم عن شنو بالضبط؟ زين، أنا مجال الدورات عندي كثير من الدورات، منها من الكاميرا الاحترافية، منها بالاستديو، منها بالتلوين والفوتوشوب، ومنها مؤخرا طبعا واللي فيها سوق كبير هي دورات التصوير بالهاتف النقال. اليوم احنا كلنا نصور بالهاتف النقال، انت تخيل انت تصورين كثير بالهاتف النقال، واخواننا المصورين كلهم يصورون كثير، ما يحب التصوير حتى امهاتنا الله يطول بعمرهم ويحفظهم. نعم. الكل يصور. نعم. بالهاتف النقال، ولكن حتى اصحاب البزنس اليوم يصورون بالهاتف النقال. فأنا وزميلي عبد الرحمن البدح أيضا أقدم له تحية، وهو وياي في هذه الدورة، حبينا أن احنا نسوي مادة متكاملة نساعد الناس أنها يتحقق أحلى نتائج بتليفونها البسيط اللي بمخباتك. ما يحتاج تروح تشتري كاميرا وعدسات بألف ونص وبألفين، بتليفونك اللي بمخباتك شلون أنت تستغل أن أنت تطلع فيه صور حلوة. نعم. مرضية. شلون أنا أعلمك شلون بدل لا تصور السيلفي وما يعجبك شكلك، أنا أعلمك شوية تكنيكات ممكن المرة الجاية لما تيجي تأخذ سيلفي تحطها ببالك وطلع نتيجة أحلى. نعم. فأمانة ما توقعنا لها هذا النجاح، ولكن يعني نشوف من ردة فعل الناس. أكيد. نخلص الدورة اللي بيشتركون بالدورة اللي بعدها أكثر من اللي اشتركوا بالدورة الأولى. وصار لنا على هذا المجال سنتين، قدمنا أكثر من 40 دورة، كل دورة فيها تقريبا 40 شخص، فغير الأونلاين اللي الآلاف شروها. فيعني كثير من الناس لهم إقبال، وربي لك الحمد، يعني نبي الناس تذكرنا بالزين على قولتهم. فقدمنا فيها مادة دسمة جدا وبرامج وشرح حق اللي حاب وعنده رغبة أن يتعلم، راح يتعلم وراح يقدر. هذه الدورات لها علاقة في أبل دبي، دورات أبل دبي، أو أنها تختلف؟ يعني إحنا في أبل طبعاً بحكم أن إحنا قاعدين في متجر أبل، إحنا قدمنا دورة عن كيفية استغلال آيفونك. نعم. كشركة مصنعة لهذا الجهاز في أحسن طريقة، وشلون نطلع قصة يعني هي نفس المحتوى بس في ماخذ يادة غير شوية. في دوراتنا إحنا أكثر نتكلم عن مهما كان تليفونك شلون تقدم محتوى طيب. من النقاط المهمة أنه مو مهم عندك آخر تليفون وأحدث تليفون تطلع نتيجة حلوة. حلو. مو مهم يكون عندك أغلى تليفون تطلع نتيجة جميل. حلوة. جميل، الله يبشرك بالخير. الله يسلمك. فمن الفيديوهات الموجودة عندي في الإنستغرام في فيديو عن أرخص تليفون موجود في السوق وشلون تطلع فيه نتيجة حلوة. حلو. وعنوان الفيديو هذا أنه مو بالضرورة عندك معدات غالية عندك نتائج جميلة. جميل جدا، وأنا كذلك بصراحة يعني أشيد على بعض الفيديوهات اللي فعلا فيها فائدة. أنا شخصيا استفدت من بعض الفيديوهات اللي فعلا قدمتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لكن أنا حابة أتكلم
يعني ذكرت لي طبعا المصور الخلوق والجميل جدا ولصوره فعلا جميله عبد الرحمن الابداع فعلا يملك بعض الصور اعتقد ان لها طابع خاص ومختلف من ضمنها صوره زي الكويتي في شوارع فينيسيا ايطاليا فشيء جميل جدا ان فعلا جميل. واحد يطلع له فكره تكون مختلفة. نعم. اليوم إذا بسألك هذا السؤال شخصيا نعم. شنو الصورة اللي فعلا لها وقع مختلف في ذهنك أو نفسك حتى من صوري ولا من صوري من صورك عبد الرحمن؟ طبعا من صوري طبعا أنا يعني عندي مشروعين عالميين حاولت كثر ما أقدر أن أنا أضيف فيهم الزي العربي بشكل عام حلو لأن أنا أكون مثلا متعامل مع الشرق الأوسط فعندي الصورة اللي شروها أو اللي أجروها مني أبل واستخدموها في التقرير السنوي مالهم كانت لشخص لابس الدشداشة شخص إماراتي أوجه له التحية خالد الحمادي لابس الكندورة على قولتهم مع اللفة مالتهم اللي يلفونها في صحراء دبي نعم جميلة في صحراء جداً. نسيت مليحة نعم. في صحراء مليحة في دبي فكان هذا ترسيخ للصورة والإمج العربي نعم. عند التقرير العالمي هذا وأيضا عندي تعاون مع شوبرد العالمية نعم. لإطلاق أحد ساعاتهم نعم. فكانوا يقولون لي نبيك تصور مع الساعة في الاستديو فكنت في أخذ وعطى معاهم وقلت لهم أنا بروح بصور صورت مع معالم الكويت سيتي طبعاً كلها وبين فيها التحرير وبين فيها الحمراء وبين فيها حلو. المعالم الأساسية على أساس لما يستخدمونها في موقعهم أي أحد ممكن يسأل وين هذا المكان ممكن يعرف هذه الكويت نعم. وأيضاً صورت في بر المطلع صورة وشال كان شال ودشداشة فطبعاً وقلت لهم إذا ما عجبوكم برجع لكم الاستديو وأخذ لكم الصور اللي أنتم تبونهم حلو. يوم شافوهم وايد عجبتهم الصور والحمد لله يعني قدرت أفرض على قولتهم الطابع العربي أو الطابع الكويتي في هذا البروجكت عندهم في صورهم العالمية نعم. كذلك أستاذ هذه نشر ثقافة بالضبط. للأمانة بالضبط. اليوم إحنا لما نتكلم عن الزي الكويتي أو الزي الخليجي نعم. هذا لما تتعامل مع شركات عالمية أنت قاعد تنشر ثقافة نعم. وزي الدول ممكن الكثير ما يعرف ما هو الزي الكويتي ممكن الرسمي معروف كبشت وقطرة وعقال لكن في هناك أزياء أخرى الغير قد يكون لا يعلمها فإحنا نشكر هذه الأفكار الجميلة والخلاقة اللي فعلا تنشر ثقافتنا اليوم إذا بسألك سؤال أستاذ عبد الله اليوم وصلت إلى المستوى المطلوب اللي فعلا تطمح له؟ لا طبعا أنا ما أيد أي أحد يقول إيه حق هالسؤال لأن اللي يقول إيه حق هالسؤال ما رح عمره يتطور نعم. أنا الحمد لله راضي عن اللي حققته اللي حققته هل هو 100% من اللي أنا طمح له؟ لا طبعا ولا عمره راح يكون 100% الواحد يسعى دام احنا في شبابنا زين الواحد يسعى والواحد يتعب في هذه المرحله العمريه ان شاء الله الى ان يوصل الى مرحله عمريه الوقت اللي يرتاح ويريح فاحنا الان في مرحله الشباب مثل اسم برنامجكم شباب جول فعل. احنا الحين الجول باقي الفعل ان شاء الله احنا في نص الفعل ما شاء الله واضحه واكبر دليل احنا اليوم مستضيفينكم فهذا يسعدنا بصراحه ويشرفنا مثلك وشرواك يكونون موجودين معنا عشان نوصل صوره راقيه يرتقي فيها المشاهد ونرتقي كذلك وياكم هناك اهتمام كبير لدى الناس بجانب التصوير نعم. تكلمنا طبعا عن أن ممكن الواحد يستخدم الجهاز البسيط فعلا يطلع صورة جميلة جدا اذكر لي بعض الأشياء اللي ممكن أنا أستخدمها من خلال نقول آيفون 12 بحكم أنه هو اللي الحين يعني مؤخرا الأغلب قاعد يستخدمه شنو الطرق البسيطة اللي ممكن أستخدمها أنا كمستهلك أو مستخدم يعني ليست محترفة وغيرها أستفيد يعني من أبرز الأشياء اللي وايد أحرص عليها في كل دورة أني أقول للناس صوروا في إضاءة جيدة الآن أنا لو حطك في غرفة مظلمة تقدرين تشوفين فشلون التليفون يشوف فإحنا نقعد نتهاوش ويا التليفون بالظلمة أنه يطلع صورة حلوة صوروا بإضاءة جيدة صوروا بإضاءة الشمس إضاءة مجانية متوفرة كل يوم 12 ساعة فصوروا بإضاءة الشمس صوروا بإضاءة جيدة دائما استفزوا نفسكم بالصور دائما الواحد يحاول أنه يبحث ويشوف تابعوا أكاونتات لناس فنانين نعم. لأن هذا راح يسوي شيء عندك يسمونه التغذية البصرية نعم. لما أنا أشوف 200 صورة للصحراء غير أنا مو شايف ولا صورة للصحراء وتودوني البر يلا صور صحيح.
فالواحد لازم يغذي نفسه، لازم يشوف، لازم يصور بإضاءة طيبة، ولازم يعلم نفسه. ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. طيب إذا أبي أوجه رسالة للشباب اليوم اللي عنده هواية التصوير، شلون ممكن يكون محترف في المستقبل؟ نعم، شيء واحد، لازم يكون عنده رغبة. اللي ما له خلق ما عمره يوصل. اللي يبي يتعلم، طرق التعلم كثيرة ومجانية، اليوتيوب، الاي جي تي فيز، اكاونتات الشباب ما شاء الله مبدعين، خاصة بالكويت. والله مبدعين، مو مقصرين، ما في موضوع ما انطرح لاي جي تي في شرح مفصل. نعم، كثيرين شباب، بس اكتب تصوير الكويت جوجل باي مكان. لا بد ان يكون للواحد رغبة انه يتعلم، لا بد يكون للواحد قياس. لا تطيعون بس كلام الناس، كلهم يصفقون لك، كلهم يشجعونك. الواحد لازم ما يرضى عن نفسه 100%. نعم. اللي يوصل للرضا عن نفسه 100% ما يتطور. صحيح صحيح. لابد ان الواحد يكون عنده 5-10% من عدم الرضا عشان يطور نفسه. يبتدي يطور نفسه. فهذه نصيحتي الاساسيه، لما يكون عندك شغف ورغبه مباشره راح بروح الاشياء الثانيه تضبط وتجيك لعندك وتبدي انت تنطلق في هذا المجال. ان شاء الله هذه النصيحه وصلت للساده المشاهدين وللشباب الواعد الطموح اللي فعلا يحب انه يجتهد ويضيع وقت فراغه كذلك. استاذ عبد الله، بشيء مفيد اليوم. بالنهايه يعني انت خذيتها كهوايه، لكن اليوم وصلت الى العالميه، فهذا بحد ذاته يعني الحمد لله شيء مبشر، وممكن يعطي دافع للشباب انه يجتهد ويتعب على نفسه. اذا بسالك سؤال، هل عندك دورات حديثه اليوم؟ والله انا امس كان عندي دوره. حلو. انا شغال بالدورات الان مع الاشتراطات الصحيه والقوانين، فاحنا ماخذين الامور شويه بريك، ولكن موفرين دورات عن طريق موقعي هو نفس اكاونتي، نفس كل شيء. زين، موقعي فيه دورات احترافيه، وفي ايضا اشياء مجانيه للي حاب انه يلقى اشياء. نعم. مجانيه، دورات احترافيه من الالف للياء، شابترات بطريقه تعلم سهل بلغه بسيطه ان الكل يستخدمها ويفهمها. فاللي فاضي، اللي قاعد، اللي شايف، جرب نفسك، ما تدري شنو يصير لما تجرب نفسك. مو بس عندي، روح جرب نفسك بالطباخ، روح جرب نفسك بالرسم، بالهوكي، باي شيء جرب نفسك، ما تدري انت وين ممكن تلقى الشيء اللي راح ياخذك بالحياه ويصير هو مجالك. نعم اكيد بلا شك، كلام جميل من شخص اجمل اليوم قاعد يقدم لنا هذه النصائح. اليوم استاذ ابي اسالك عن كيفيه التصوير، نفس ما قلنا بالتصوير الايفون تكلمنا عنه، لكن تصوير الفوتوغرافي من خلال الكاميرا. نعم. أعتقد يحتاج إلى معدات ويحتاج. نعم. إلى إضاءات تختلف، وممكن حتى تصل أسعارها إلى 3000 وأكثر بعد. نعم. فاليوم اللي حاب يتعلم التصوير من خلال الكاميرا، هل يبتدي بهذه الأسعار المهولة، أو أنه ممكن يبتدي له بأجهزة بسيطة تأهله لقدام يتطور؟ أول شيء عندي نقطتين. النقطة الأولى هي لكل مقام مقال. نعم. يعني أنا ما يصير أي تلفزيون الكويت بخرج برنامج بتلفزيون الكويت جايب آيفونات. نعم صحيح. إلى الآن ما وصلنا إلى هذا الحل. صحيح. فلما أنا على بيج برودكشن كبير، إنتاج كبير، أحتاج بجت كبير، وأحتاج تعلم، وأحتاج فترة من المعرفة. لابد أن الواحد يبدي من نقطة انطلاق. اللي يخطر نقطة الانطلاق هذه ويروح على، في ناس عندهم خير يقول لك أنا أقدر أشتري المعد. اللي يخطر هذا مو بس قاعد يخطر المعدات، ما قاعد يتعلم بالطريق الأشياء اللي يحتاج يتعلمها. قصدك خطوة بخطوة، step by step. لما أنا أبدي بكاميرا بسيطة ما فيها دقمة واحدة، انتقل لكاميرا ثانية فيها دقمتين، أعرف الدقمتين شو يسوون. أما لما أنا أقول بسم الله على كاميرا فيها 16 دقمة كأنها طيار، زين ما راح أعرف أتعامل معها، راح أبدي أي أسوأ وقف. فأنا أنصح الكل إنه يبدي بنقطة بداية بسيطة، ويتعلم ويتأقلم ويتطور، ويتعلم ويتأقلم ويتطور، إلى أن يبدي لما يتطور ويبدي ياخذ بزنس ويبدي يشتغل ويبدي يدخل له مدخول، هني يروح يشتري أغلى، بعدين يبيعهم، يشتري أغلى بعدين يبيعهم، وكذي الواحد يتطور. أما أن أنا أدش سلايت مباشرة على 16,000 كاميرا، يعني ما أنصح بهالشيء طبعا. ومو معناته ما يقدر ينجز، بس معناته أنه التعلم عنده لابد انه يصير مكثف في البدايه علشان. نعم. يقدر ينطلق بهذا. استاذ عبد الله، هل الوصول الى النجاح سهل؟ والله ما ادري، اسال الناجحين، انا للحين قاعد احاول اوصل. لا ما شاء الله عليك، لا ناجح. لا طبعا ما ادري شنو يعني تعريف النجاح، يختلف من شخص لشخص. نعم. في توفيق من رب العالمين. نعم. وفي بذل ومجهود. لا حد يقول انا ما عندي العين ولا انا مو فنان. الدنيا تبي اللي يكرف.
الدنيا تبي اللي يشتغل، الدنيا تبي اللي عنده إصرار. صحيح. ما يهم أنت شنو مستوى، ما يهم أنت عيونك ما عندي ذوق، ما يهم أنت اللي ما عنده ذوق يتعلم الذوق، اللي ما عنده معرفة يتعلم المعرفة، اللي ما عنده علاقات يسوي علاقات ويتدرب. ولكن الدنيا هذه تبي اللي يكرف، وفي كل الأمثلة في التاريخ اللي يكرف هو اللي ينجح. نعم. ولكل مجتهد كذلك نصيب. صحيح. فإحنا شاكرين لك هذا الحوار الجميل والشيق. إذا عندك كلمة أخيرة توجهها لأي شخص أنت حاب توجه له الكلام، سواء الشباب الواعد اليوم عندنا، سواء النصيحة، سواء شخص حاب أنك تشكره من خلال برنامج شباب قول وفعل، فالخيار متروك لك. عندي نصيحة دائما أكررها، هي أن في الحركة بركة. الواحد في بداية شبابه ما يدري هو في شنو متميز، وأتوقع كثير من المشاهدين ممكن يقول لك أنا ما لقيت شغفي، أنا عايش بالدوانية، عايش مع ربعي، عايش لين الواحد شلون يعرف شنو هو يحبه وشنو يتميز فيه؟ ما يقدر إلا لما يجرب كل شيء. صحيح. فنصيحة للشباب، دام هذا البرنامج للشباب، إن جرب كل شيء، لا تقول أنا مالي بهالموضوع، لا تقول أنا ندق عليك واحد من ربع قال لك تعال إحنا عندنا لعب كريكت، روح جرب. ندق عليك واحد من ربع قال لك احنا بنروح نصور، روح جرب، لا تقول انا ما اعرف، وامسك وجرب وامسك الكاميرا وطقطق وافشل وطلع صور مو حلوه، ما تدري انت في شنو تنجز، ما تدري انت في شنو تتميز. هذه نصيحتي للناس، في الحركه بركه، قاعده ماكو شغل ما فيها اي بركه ولا فيها اي انجاز، والوقت قاعد يضيع. واحنا كذلك مبارك لك هذه الجهود الجميله وهذه النصائح الاجمل، بارك الله فيك، وان شاء الله نشوفك منها للاعلى الاستاذ عبد الله الشايكي. باذن الله. باذن نورتنا الله. واسعدتنا، ما قصرتوا على هذا اللقاء، مشكورين. يا هلا ومرحبا فيك. اذا مشاهدينا الاعزاء، هذه مساحتنا الحواريه الاولى لبرنامج شباب قول وفعل اليوم. نطلع فقره الطيران اللاسلكي مع عادل الجميلي، ومن بعدها نرجع لكم مع محمر مميز آخر مع ضيوف مميزين، وراح نتكلم عن هوكي الجليد. انتظرونا بعد قليل. حياكم الله مشاهدينا فقرة الطائرات اللاسلكية. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن طائرات الصناعة الكويتية. طبعا أنا من مشجعين الطائرة الشباب الكويتي إنه يستثمر طاقاته في صناعة الطائرات اللاسلكية وفي هالمجال. طبعا ما يوصل لمرحلة الصناعة إلا يكون متمكن من الطائرة، يكون عنده احتراف عالي في صناعة الطائرات. طبعا هذا نوع من الطائرات يكون تعتبر طائرة تعليمية، لكن تم عليها إضافة أنواع من الأجهزة اللي هي تخليها FPV، اللي الطيران عن بعد أو طيران عن طريق الكاميرا تشوفها، الترانسميتر اللي هو جهاز الإرسال، والGPS اللي لا سمح الله راحت مسافة معينة تقدر ترجعها وهي ترجع في أمان وسيفتي، والكاميرا طبعاً، البطارية والموتور. تكون دائماً حجم البطارية للطائرات اللي هي تستخدم الكاميرات أو لا، تكون دائماً البطاريات بحجم كبير، وتحتاج هني اللي هي نظارة الVV اللي هي تكون مشبوكة مع الكاميرا، فهي الطيارة تروح المسافة البعيدة أو المسافة معينة، طبعاً نقول من كيلوين لكيلوين أو أكثر تقريباً شوية على حسب معداتك وشغلك اللي أنت حاب تروح فيه أو المسافة اللي أنت تبيها. هذا يعطيك الصورة واضحة حق المسافات البعيدة. إذا بترجع طبعاً ما راح تشوفها بنظر العين، الطيارة تكون بعيدة، يعني شيء طبيعي أنك بترجع يا بالكاميرا تتوجه في الطائرة، أو أنك تضغط لقمة الGPS والطيارة أوتوماتيك هي ترجع. هذا النوع الأول. عندنا النوع الثاني اللي هي الدرون، طائرة الدرون. طبعا تتكون من مراوح الكربون فايبر، تكون الوزن خفيف، وزن المروحة خفيف، والترانسميتر والبطارية، جهاز الإرسال، وعندك الكاميرا، والسبيدات حق تعطي قوة حق المحرك اللي هو الموتور. طبعا لها برمجة معينة مثل ما قلنا، الاحتراف يعني لازم يكون موجود بحيث انه تقدر تتمكن الطيارة هذه وتطير فيها بسيفتي وامان، يعني مو اي واحد يقدر يسوي طيارة ويطير فيها، لا لازم تكون محترف وعارف شنو قاعد تسوي. وطبعا بعد مرور سنوات طويلة من يعني الاحتراف، او ان الشباب المحترفين ما شاء الله، عندي اخوي ابو عبد الله وعندي اخوي محمد طاهر، شباب ما شاء الله مجتهدين في الصناعة يعني، او في طيران او صناعة. فهذه الفقرة اليوم صناعة كويتية، وأنا صراحة للأمانة أشجع
الهواية هذه وشجع الصناعة، يعني خاصة الشباب الكويتي قدراته عالية جدا، فودنا أنه يتطور الأمر وتصير فيه إمكانيات أعلى من كذي إن شاء الله. ومثل ما قلنا أن الطيارة تتكون، هذه طيارة تتكون من الفلين والموتور، المروحة، السيرفوات اللي هي تتحكم بالارتفاع والنزول والدوران والنزول والهبوط يعني. طب فطبعا هذا فئة من أنواع الطيران، فئة من أنواع الطيران، فكل فئة لها عشاقها أو لها محبينها. وبإذن الله إن شاء الله نشوفكم في فقرات قادمة. مع السلامة. يا هلا مرحبا فيكم من جديد، ويسعدنا طبعا أن يتواجد معنا بطلين من أبطال الكويت في رياضة هوكي الجليد. رياضة هوكي الجليد ممكن الكثير يستغرب من هذه الرياضة بحكم أن احنا دولة صحراوية وغيرها، لكن عندنا فعلا أبطال رفعوا اسم الكويت عالي في محافل دولية، ويسعدنا أن رغم ظروفنا المناخية إلا أن أبطالنا قادرين أنهم يتحملون أي شيء، يواجهون الصعوبات والصعاب لرفع اسم الكويت عالي. طبعاً راح يكون معنا أحمد نواف الصايغ، حارس منتخب الكويت لهوكي الجليد، حائز طبعاً على جائزة أفضل حارس هوكي جليد في بطولة آسيا. وأيضاً راح يكون معنا مشاري محمد العجمي، مهاجم منتخب الكويت لهوكي الجليد. بداية طبعاً نقول لهم يعطيكم العافية ونورتونا. الله يعافيك. نورك. بداية أحمد أنا أبارك لك طبعا هذا الإنجاز وحصولك على أفضل حارس في بطولة آسيا، مبروك ومنها الأعلى. وكلمني عن هذه البطولة، شلون كانت وشنو كان شعورك لما حصلت على أفضل حارس؟ طبعا أول شيء شعور وايد حلو أكيد لما خذيت أفضل حارس بآسيا. ومن ناحية المستوى هي تعتبر تقريبا شوي صعبة لأن كانت أول مشاركة حقنا، يعني أول مرة نشارك بطولة. نعم. وكانت مع الناشئين اللي يعتبر تحت 20 سنة، فريق تحت 20 سنة. حلو. الحمد لله يعني قدرنا نسوي لي ما يعني الشباب الحمد لله أدوا عليهم. نعم. قدرنا نسوي لي نقدر عليه طبعا تجهيز فترة صغيرة قبل ما يكون عندنا صالة الحمد لله، وطلعنا مركز زين الحمد لله. جميل جدا. هل الصالة كابتن مشاري ساعدتكم على تطوير مهاراتكم، خاصة أن احنا ندري صالة الألعاب الشتوية تعتبر حديثة النشأ، يعني ما صار لها فترة طويلة، والكثير من الرياضيين كانوا يطالبون بصراحة، ورئيس اتحاد الكويتي لرياضة هوكي الجليد نوجه له تحية الأستاذ فهيد العجمي، كان يسعى جاهدا للأمانة على أنه يريح الرياضيين وكذلك يدعمهم معنويا وكذلك من خلال الصالة. اليوم الصالة فعلا ريحتكم؟ وجود الصالة أنا أعتقد أنه ريحت كل الرياضيين الهوكي. كان حلم. نعم. وأصبح حقيقة صراحة. نعم. نعم. جهود يعني يشكرون عليها مجلس إدارة. نعم. وفوقهم الرئيس فهيد العجمي وفر لنا هذه الصالة وطورتنا بسبب زادت تماريننا، استقرار نفسي لجميع اللاعبين. نعم. عارف انه عنده صاله، عنده جدول، صاله مخصصه لك انت، اللي كل لاعب عنده هويه يدخلها متى ما يبي، يمارس الرياضه اللي يحبها متى ما يبي. جميل. هذا كنا شيء نفتقده صراحه سابقا. نعم. والله الحمد، الحمد خطوه لله. للامام الحمد لله. وكذلك قبل فتره قصيره كانت في بطوله وطنيه، الدوري الوطني لي طبعا هوكي الجليد، كلمنا عنها استاذ كابتن مشاري، كابتن احمد عفوا. طبعا هذا يعتبر اسمه دوري الكويتي. حلو. يتكون من 5 فرق. جميل. او يعني تعتبر اول دوري كويتي بالصاله الجديده. نعم. وفريقي كان ستارز طبعا ضدي مشاري مو معاي. اي بس انتم بالمنتخب. إيه المنتخب يجمعكم. اي نعم المنتخب يجمعنا. إيه؟ بس ان بالأفرقة هو مو معاي. نعم. ضدي مشاري. نعم. الحمد لله. إيه؟ فريقي فاز طبعا. منو فاز؟ ستار. النهائي احنا فزنا لكن هم خذوا الكاس عن طريق النقاط. حلو جميل جدا. فكانت المنافسه يعني وايد. اعتقد ان الرياضيين كانوا متعطشين لدوري لهوكي الجليد. إيه؟ فاعتقد ان كانت المنافسه الكل شاد حيله والكل حاب انه يثبت وجوده من خلال هذه البطوله. الدوري هذا رفعنا بشكل مو طبيعي، وانا ما اشوف اي واحد خسران فيه، يعني غض النظر عن المراكز. انزين اختلطنا ويا محترفين عالميين شاركوا ويانا. حلو.
كل فريق كان فيه محترفين. حلو. احتكينا ويا لاعبين ذو مستوى عالي، يعني قدامة في المنتخب هم رفع من مستوانا، خصوصا احنا شباب نفتقد الايس تايم. نعم. وقتنا بالثلج. نعم. بسبه يعني المستوى العالي المتواجد، الكل يعني ماسك مركزه. نعم. في الفريق رفع مستوانا بشكل مو طبيعي، وانا ما اشوف اي واحد خسران. زين اكيد لله الحمد، يعني كان ناجح جدا جدا، ويعني دوري ناجح. جميل جدا، ويسعدنا بصراحه نسمع هذا الكلام من ابطالنا اللي ان شاء الله يحققون مراكز اعلى في المستقبل. كابتن احمد، هل الاسره لها دور في صقل موهبه الرياضي و تخليه فعلا يحب هذه الرياضه عن غيرها؟ يعني هو كل ولد يبي يصير قدوه على كلام ابوه طبعا. نعم. او انه بيصير نفس ابوه آسف. نعم. تمام. نعم. فانا لما اشوف مثلا ابوي يلعب هوكي ولا شيء، يعني ان من واحنا صغار كنا نروح نطالع تمارين الفريق الاول. حلو. وكنا نتمنى ان احنا نلعب بالفريق هذا ونكون فريق واحد. حلو. وشيء وايد حلو لما تبين فريق وابوك معك طبعا. نعم. اي فان شيء اكيد، يعني من وانا صغير اطالع يلعب، ف لما صرت نفس الحمد لله وصلنا نفس المكان اللي نلعب فيه. جميل جدا. نضيف نقطة، احمد دي من عائله طبعا كلها حراس مرمى ما شاء الله. اي هذه وراثه بالعائله الهوكي الجديد الكل العموم، يعني الوراثه اللي بالعائله ان الكل حراس عندك شيء تقدم. انا هوكي، فهمتني. اوكي حلو. اي ومشاري انا والله الاهل كلهم هوكي. اي ما شاء الله، حتى من فريق السيدات للمدرسه لتحت السنه. حلو. ابوي بالنهايه كان ضدي، اخوي ضدي. نعم. هوكي الجليد النسائي هل كذلك يعني مسلط عليه الضوء اليوم؟ نعم. تشوفون نفس هوكي الجليد الرجالي او انه يحتاج يعني يتطور اكثر من ناحيه المستوى الفني؟ متواجد، كل شيء متواجد، لكن هي لعبة خشنة ذو احتكاك. صحيح. عالي، ذو احتكاك عالي جدا، فيختلف. الرجال يعني احتكاكاتهم أقوى أكيد، والسيدات غير. جنس الناعم. الجنس الناعم يركزون أكثر على المهارات الفنية. وشي إحنا لا، توازنين بين مهاراتك وقوتك البدنية في هذه اللعبة. حلو. طيب كابتن أحمد، شلون يتم إعدادكم كرياضيين لأي بطولة اليوم؟ طبعا هو يكون تجهيز قبله بست شهور لي تسع شهور، وتكون التمارين مكثفه وايد. حلو. يعني يكون عندك اربع تمارين باليوم، ما عندك فتشه، بس عندك فتشه اللي انت تاكلين فيها هي ساعتين بس. يعني تاكلين وتريحين. اي ساعتين تاكلين وتريحين، وبعد عندك تمرين ثاني. في التمارين مكثفه هي اللي تخلينا نذهب حق اي بطوله ولا دوري رحيله ان شاء الله. نعم. وقلت لي ست شهور، ست شهور يعني هل هذا الرقم يأهلكم انكم فعلا في المستقبل تخوضون بطولات على مستوى العالم خارجيه؟ طبعا. ست شهور كافيه؟ ست شهور لتسع شهور تعتبر كافيه هي، لان باليوم اقول لك اربع تمارين اللي هو تمرينين الاون ايس والاوف ايس. اوف ايس يعتبر هو حق اللياقه البدنيه. نعم. والاون ايس اللي هو اللي داخل الثلج. نعم. يعني انت تحتاجين حق اللعبه هاي تليقين من برا ومن. نعم. داخل، يعني برا الثلج تليقين، اللياقه البدنيه اللي هي ركض. نعم. التمارين اللي برا وهم داخل الثلج نفس التمارين من المدرب، والتمارين مكثفه اللي. نعم. جميل. كابتن مشاري، ذكر كابتن احمد انها تحتاج الى رياضه خارجيه خارج الجليد، وكذلك التمارين من خلال طبعا صالة الجليد. هل فعلا هذه الرياضة تحتاج إلى مجهود عضلي كبير اليوم تختلف عن باقي الرياضات، أو أنها تتقارن فيهم؟ أول نقطة راح أذكرها ومعلومة يمكن الكل ما يدري عنها. حلو. لعبة الهوكي أسرع لعبة جماعية بالعالم. جميل. حلو. وهي مو مثل كرة القدم ولا كرة السلة اللي جسمك يكون مركز على شيء واحد، شيء واحد يعني. كرة القدم ريولك أكبر همك، والسلة يدك. الهوكي سكيتس بريولك، صح، الحذاء وانت بكرامة، والعصاية، وهم انت تركزين من الالتحامات، فانت مركز على ثلاث أشياء. هذه يعني مهارة جدا جدا تحتاج يعني تمارين مكثفة، قوة بدنية. نعم. ردة فعلك تكون سريعة، سرعة اللعب. فهذا اللي يصير. تجهيزك يكون عن طريق تمارين الاوف ايس، عن طريق الصاله الرياضيه اللي هي الجيم، تمارين مقاومه، رفع اثقال، هالتمارين، ومنها الركض والجري. زين. وبعدين على التمارين الاون ايس اللي تنمي مهاراتك. نعم. كابتن احمد، انا ما ابي احبط الشباب اللي طموح او حاب يجرب هذه الرياضه. ما شاء الله اثنيناتكم من عوائل رياضيه
فتوارثتوا هذه الشغلة. لكن هل اليوم اللي طالعنا وما عنده أحد من أهله يمارس هذه الرياضة يقدر يلتحق فيكم ويتعلم وممكن يوصل ويحقق طموحه ويرفع اسم الكويت عالي؟ إيه طبعا أكيد، لأن هي يعني اللعبة هذه ما فيها عمر محدد، إن ما يقبلونش فيها عادي. حلو. إيه وهم مبطلة والبيام الأسبوع مبطل الببليك سكيتنج حق الناس اللي يروحون يردون حتى نعم. بالويكند آسف نعم. أقصد بالويكند، فإن أي واحد يروح يعني مثلا إذا شافون السكيت ماله أو إن طريقة تزحلقه التزحلق يتزحلق فيه مثلا زينة ولا عنده البوزيشن الجيد، يقدرون الإدارة مثلا إذا شافوه يقدرون يكلمونه ويدخلونه الفريق. فمثل نعم. ما قلت لك هي ما فيها عمر محدد، نعم. تقدرين تدشين أي وقت 20-30 سنة عادي. جميل جدا. أنا حابة أوجه سؤال لكم أثناتكم، تفضل. منو أفضل مدرب في نادي حضرتك، ومنو أفضل مدرب بالنسبة لك في نادي حضرتك اليوم يستحقون فعلا نذكرهم كلهم فيهم الخير والبركة؟ وإحنا على يقين نادي الألعاب الشتوية يسعى جاهدا أن يوفر جهاز فني متكامل لأبنائنا الرياضيين، طبعا. لكن أبي في وجهة نظر كابتن أحمد اليوم أفضل مدرب تدرب على إيده من ناحيتي أنا؟ نعم أكيد من ناحيتك. طبعا المدرب التشيكي كميل بارفا. حلو. لأن هذا المدرب هو اللي أسسني، هو اللي علمني شلون أقف بوزيشن الحارس والحراسة. نعم. مع أنه ما كان تخصصه، يعني تخصصه أنه يطور أو يدرب لاعبين مو حراس. نعم. بس أنه سأل مع الخبرة اللي عنده، هو مدرب أكيد يعرفون بعض. نعم. فسأل لما وصل وخلاني أوصل بمكان هذا اللي البوزيشن الزين اللي أنا قاعد فيه. نعم. تعتقد المدرب هل فعلا بس يدربك من خلال يعني ممارسة الرياضة ومن خلال الرياضة، أو أيضا ممكن كذلك تكتسب منه بعض الخصال الحميدة والجميلة من نواحي ثانية معنوية؟ هل تستفيد هذا الشيء من المدرب اليوم؟ هل يأثر فعلا إيجابيا على نفس اللاعب؟ طبعا أكيد يأثر. يعني مثلا المدرب مثلا لما يكون نفسيته زينة وايد وحمسك، هذا دافع وايد زين حقك أنت، فهمتي؟ نعم. طيب وحضرتك كابتن مشاري؟ طبعا بداية جهاز تدريبي نشكر عليه الإدارة حسن اختيارهم فيه. نعم. يعني جهود جبارة اللي أبونها المدربين من نعم. الطراز العالمي. نعم. سبب كبير في تطورنا في هذه اللعبة. نعم. فالشكر أول شيء لهم. نعم. وثاني شيء صعبة والله. والله النادي متروس مدربين عالميين، لكن اللي أسسنا فعلا. أسسك؟ منو اللي أسسك اليوم؟ نشوف كابتن تحت مشاري. 20 سنة. نعم. مدرب كميل فافرا تحت 20 سنة هو اللي أسسنا، لكن حلو. النادي مدرب السيدات مشعل عجمي. نعم. فادنا. نعم. إنزين. مدرب المدرسة بويان الصربي. نعم. فادنا. مدرب الفريق الأول بافل فادنا. لكن إحنا يعني أكثر فترة كنا فيها كانت فريق تحت 20 سنة. نعم. لأن إحنا تونا صاعدين الفريق الأول. نعم. نعم ما شاء الله. فكميل كان غير. وأنتوا بعد غير، أسعدتوني ونورتوني، وأسعد لما أشوف رياضيين بالذات توهم بدوا يخطون الخطوات الأولى للاحترافية إن شاء الله. في المستقبل نشوفكم محترفين وتحققون بطولات على مستوى العالم كذلك. شكرا لك كابتن أحمد الصايغ، شكرا لك كابتن مشاري العجمي. مشكورة وايد على الاستضافة وسعيدين جدا وشاكرين لكم لحسن ضيافتكم ودعمكم المستمر للرياضي الكويتي. يا هلا مرحبا فيك، كل شكر لكم، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الأعزاء لمتابعتكم لهذه الحلقة. نتمنى طبعا أنها نالت على إعجابكم ورضاكم. أنتم على موعد غدا إن شاء الله في برنامج شباب قول وفعل مع ضيوف متميزين ومتألقين في مجالات عديدة. شنو ضيوفنا باكر راح تعرفون إن شاء الله لما تتابعون حلقة شباب قول وفعل. نترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.